المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من جمهورية لبنان العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد جمال الديك، مؤسس شركة ألفا تونيك. بداية أسعد الله أوقاتك سيد جمال. الله يخليك، أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين جميعا إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. في بداية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين على شخصك الكريم. أنا جمال الديك من لبنان، وعايش بدولة ومقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقريبا موجود من سنة 2010. بروح وبيجي على لبنان، بروح وبيجي على كل الدول العربية. عندي شركة هون وعندي شركة بلبنان، وعندنا كمان بعدة دول عربية برانشات منوزع، لأنه نحن وكلاء لشركة فرنسية. ما شاء الله ما شاء الله. يعني خلينا نقول أنتوا اكتسبتوا الخبرة وجاءت الفكرة للتأسيس بدولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة خبرة طبعا مسبقة. نتيجة عدة عوامل. نحن اخترنا سوق الإمارات، أكيد أنت بتعرف اليوم دبي واحة من واحات الوطن العربي والعالم أجمع. صحيح. اليوم عيون الناس كلها على دبي. صحيح. دبي هي مثل لؤلؤة الشرق. أكيد. اليوم فكل العالم بيجوا على دبي لحتى يشوفوا شو فيه، بيتابعوا من دبي، بيشوفوا وبيختاروا المعارض الكتيرة اللي بتصير بدبي، الشركات العالمية اللي بتتنافس بدبي. دبي هي أساس وركن أساسي مش بالوطن العربي بس، بالعالم أجمع من كل النواحي والقصص اللي بتوفرها. صحيح. حابين نتعرف على الخدمات اللي بتقدموها والمنتجات اللي بتقدموها في ألفا تونيك. نحن كل العالم تعرفنا بالأساس، نحن عندنا منتج أساسي كانت معروفين فيه اللي هو الفيا أناناس، واللي له تقريبا أكثر من 15 سنة بالماركت، والناس معروفين، نحن معروفين فيه. نحن عندنا بصراحة عدة أشياء، مش بس مختصين بموضوع الفود سابلمنت والدايت، نحن هون عندنا كمان سيستر كومباني اللي هي مستودع دواء. عندنا أصناف كتيرة ومتعددة، وكلاء شركة إريك فافر الفرنسية بالميدل إيست كله لكل الأسواق العربية المويا أوريون. عندنا أشياء مثل ما رح تشوفوا هلأ وعم بتصوروا، عندنا أشياء مختصة بالفود سابلمنت، نحن رواد فيها من زمان مش من هلأ، خبرة عمرها سنين، خبرة فرنسية عمرها سنين. كل العالم تعرف اليوم أهمية المصانع الفرنسية وقديش هني بيهتموا بأدق التفاصيل، إن كان من ناحية الجودة أو إن كان من ناحية الفعالية ومن ناحية السعر المنافس كمان للمنتج. صحيح. فنحن اليوم عندنا عدة منتجات، تقريبا شركتنا كأريك فافر فيها أكثر من 1300 منتج لبراند اللي نحن وكلاؤه، في أكثر من 1300 منتج موجودين، مش كلهم موجودين هون لأنه جزء منهم هون، لكن نحن مغطيين بالوطن العربي جزء كثير كبير. هاي المنتجات الموجودة عندنا مثل ما قلت لك، الجودة النوعية والفعالية العالية، إضافة للسعر اللي هو affordable للزبون اللي بيقدر يشتري، بيقدر عم ياخذ كواليتي كتير عالي، وهذه هي الأهمية اللي نحن بنطلع عليها. أها جميل جدا. سيد جمال، حابين نتعرف أيضا على الرؤية المستقبلية والخطط المستقبلية لحضرتك لتطوير ألفا تونيك والأعمال الخاصة فيها، وين بنشوفكم بالمستقبل؟ نحن إن شاء الله يعني الهدف تبعنا اليوم بوجود لنا عدة شركاء بالوطن العربي، إن كان بالمملكة العربية السعودية، اليوم في كمان معنا شركة رائدة جدا وإلى اسم كتير كبير، وبدأنا معنا بشكل خاص بلبنان كمان في شركة، في عدة شرك بلبنان، بالعراق، بالكويت، بالخليج العربي ككل. اليوم بمصر كمان عنا توجه لحتى نحن نكون كمان عم نفتح السوق المصري، تنقدر نكون جزء ولو بسيط ونقدر نبلش ننافس، إن من خلال الجودة اللي عنا وإن من خلال الأصناف يلي بتصور كل بيت عربي محتاجة. ما شاء الله. طبعا نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا ما بننسى ذكر الأردن، نحن كمان موجودين بالأردن، بسوريا، فلسطين الحبيبة كمان. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله يا رب نشوفكم على مستوى جميع دول العالم إن شاء الله. بإذن الله تعالى. إن شاء الله.
سيد جمال، طبعا يعني حضرتك ما شاء الله يعني من وقت طويل متواجد بدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. حابين اليوم كرجل أعمال نسألك، شو بيعني لك الأمن والأمان، التسهيلات اللي بتقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة؟ يعني شهادة مجروحة يعني شو بدك تحكي لتقول، يعني الله يزيون الخير، ما فينا نقول غير هيك. مش بس الأمن والأمان، الراحة النفسية يلي موجودة، صحيح، الاستقرار، القانون، النظافة، انت بتعيش بدبي كأنك عايش ببيتك، صحيح، بتعيش كل شيء موفر لك، ما بينقص شيء، عليك انك تحترم القانون وتطبقه صح وانت بتكون راضي. صحيح. الله يزيون الخير، نضل نقول نحن بندعي لهم دائما بصلاتنا، الله يوفقهم والله يكثر من امثالهم. امين يا رب، امين ان شاء الله يا ربي. رب العالمين يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الوطن العربي أجمع بإذن الله. آمين يا رب، بإذن الله. آمين آمين. قبل نهاية برنامجنا سيد جمال، حابين نعرف السادة المشاهدين على الموقع الجغرافي لشركة ألفا تونيك وكيفية التواصل معكم. نحن في عنا ويب سايت موجود على الإنترنت اليوم، لأنه معظم الناس بتتجه للديجيتال، صحيح، اللي هو alphatonic.com. بيقدروا أكيد يفوتوا يزوروه، بيقدروا يتعرفوا على كل منتجاتنا اللي متوفرة. إيريك فافر للبراند تبعنا موجود بأكثر من 70 دولة. نحن كمان موجودين، بلشنا عنا خطة عم نكون موجودين بالصيدليات، بمحلات النيتريشن، لأنه متنوع الأصناف اللي عنا. نحن موجودين بدبي بمنطقة القصيص، لأنه كمستودع دواء لازم تكون بهاي المنطقة. مثل ما خبرتك أونلاين، أكيد الناس كلياتها فيها تتوجه أونلاين، فيها تتواصل معنا دايركت مباشرة، عندنا فريق عمل بيقدر يرد، بيقدر يساعدهم، بيقدر يخبرهم أكثر عن المنتجات اللي عندنا، وبنقدر نشوف شو اهتمامهم وشو عندهم نقص ونحن حاضرين. جميل جدا. إذا سهولة في الوصول لألفا تونيك عبر الموقع الجغرافي. نعم. وأيضا عن طريق وسائل التواصل سوف تظهر لكم أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد جمال، حابين نتشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله بكون لنا لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن الله. نحن اللي بدنا نتشكركم، ضويتوا على شركتنا وخليتوا الناس تعرفنا أكثر، ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. آمين دائما إن شاء الله جميعا. شكرا لك مرة أخرى سيد الله جمال. يخلي. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.